يريدون. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إبراهيم عليه السلام هو عم لوط، فمرت به الملائكة تخبره أنهم سيذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. مضت بعد ذلك الملائكة إلى قوم لوط في صورة شباب حسان، وكان قومه قد ابتلوا أنهم يأتون الذكران من العالمين، يقعون في هذه الفاحشة العظمى. فلما جاءت إليه الملائكة، امرأة لوط هي امرأة فاجرة وكانت من ضمن قومها العصاة، فذهبت وأخبرت قومها بذلك، فجاء قوم لوط إليه، لكن الله تعالى أهلكهم وأنزل الله تعالى عليهم أنواع العذاب. هذا أيضا من تصور الملائكة. من ذلك أيضا أن نبي الله تعالى داود كان قد كلفه الله تعالى بالحكم بين العباد، فكان أحيانا يحتجب عن الناس ويتفرغ للعبادة. يوم من الأيام جلس في محرابه يتعبد، فأرسل الله تعالى إليه ملكين، هذان الملكان جاءا في صورة رجلين. فلما جاء إلى المحراب إلى مكان العبادة تصوراه من فوق، كما قال سبحانه وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، وهم ملائكة، لكنهم جاءوا إليه يقولون يا داود لماذا تحتجب عن الناس والله تعالى قد جعلك حاكما وقاضيا بينهم. تسوروا المحراب، داود يصلي ما درى إلا وأمامه رجلان، كيف استطاعوا يدخلون؟ هم ملائكة لهم قدرات ليست للبشر. فلما جاءوا إليه وتكلموا معه ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. زكريا أيضا جاءته الملائكة. زكريا كان قد بلغ من العمر 100 سنة ولم يرزق بأولاد، وزوجته وصل عمرها إلى 90 سنة وهي عاقر، فرفع زكريا يديه يدعو الله تعالى كما بين الله عز وجل ذلك لما قال سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. نادى نداء خفيا لأن نوعية دعائه الذي سيدعو به استحى أن يدعو به أمام الناس. رجل عمرك 100 سنة وزوجتك عمرها 90 سنة عاقر وتريد منها أولادا، لو سمعه الناس لضحكوا عليه. فلما أراد أن يدعو لم يجهر بدعائه، فنادى نداء خفيا، نادى ربه جل وعلا وذكر 4 أسباب تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله دعاءه. الأول، نادى نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. طيب ماذا تريد؟ أنت دعوت دعاء خفيا وهن عظمك واشتعل رأسك شيبا وامرأتك عاقر، ماذا تريد؟ أريد أولادا. كيف تريد أولادا وأنت بنفسك تقول أنك ما يأتيك أولاد وامرأتك عاقر؟ نعم، زكريا يعلم أن طلبه كبير لكنه يقدمه لرب كبير جل جلاله، لا تكبر عليه حاجة أن يقضيها ولا كربة أن يكشفها ولا مصيبة أن يرفعها. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ولا يريد أي ولد واجعله ربي رضيا. ارتفعت الدعوات إلى السماء. قال الله فنادته الملائكة. إذا الملائكة هم الرسل الذين يكونون بين الله تعالى وبين خلقه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أنت ذكرت 4 موانع، نحن نعطيك ولدا له 4 صفات، مصدقا بكلمة من الله معجزة وسيدا في قومه وحصورا عابدا. أنت تريده رضيا، نحن جعلناه نبيا ونبيا من الصالحين. وفعلا بشره الله تعالى بهذا الغلام. أما نبينا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم فله مع الملائكة ولأصحابه أيضا مع الملائكة من ذلك أعاجيب. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه إلى معركة بدر
تعلمون أنه خرج لأجل أن يقطع الطريق على قافلة أقبلت من الشام. هذه القافلة ليس معهم إلا 1000 بعير ومعهم 40 حارسا فقط. وقد يقول البعض: كيف يا شيخ 1000 بعير وقافلة وليس معهم إلا 40 حارسا؟ نعم، ذلك لأنهم كانوا في السابق العرب من عادتهم أنهم إذا خرجوا من مكة مثلا إلى الشام سوف يسيرون ما لا يقل عن 2000 إلى 3000 كيلو، فيعلمون أنهم خلال الطريق يمرون بقبائل، كل قبيلة ممكن تعتدي عليهم وتقطع الطريق. فماذا يفعلون؟ يأخذون معهم مجموعة حراس من مكة يرعون الإبل ويقومون عليها، قرابة 40 أو 50 حارسا، ثم كلما دخلوا حدود قبيلة يستأجرون منهم حراس 30-40 حارس يحرسونهم حتى ينتهوا من حدود قبيلتهم، ثم بعد ذلك حاسبونهم يمشون، ثم بعد ذلك يستأجرون من القبيلة التي بعدهم. فكانوا ما يحتاجون أساسا أن يكون معهم حراس كثير يأخذونهم من أصل مكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: هذه قافلة فيها 1000 بعير معهم 40 حارسا، وأصلا قريش قد اعتدت على أموالنا وأخذتها، وكل ما هاجر أحد من المسلمين أقبلت قريش واستولت على أمواله في مكة، تعالوا نقطع الطريق ونأخذ الأموال لقاء ما أخذ منا أساسا في مكة. فتجهز الصحابة لأجل قتال 40 حارسا فقط، ما علموا أن مكة ستخرج جيشا. بعض الصحابة أخذ معه قوس وسهمين أو 3، ما يدري أنه بقابل جيش. بعضهم أخذ معه خنجر، هي كلها 40 حارس، يعني ما ليست قضية. فلما وصلوا إلى هناك إلى موقع بدر، وبدر يبعد عن المدينة قرابة 160 كيلو إلى 200 كيلو، فلما وصلوا إلى هناك فإذا بالقافلة قد سلكت طريقا آخر، وقريش قد خرجت في 1300 مقاتل. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويرى أصحابه الآن 314 صحابيا أمام 1300، الصحابة ليس معهم إلا فرسان فقط، والكفار معهم 100 فرس. وتعرف أنت الذي يقاتل فوق فرس غير الذي يقاتل وهو على الأرض. الصحابة ليس معهم إلا 8 أدرع، والدرع هو القميص من حديد الذي يلبس غير الترس الذي يتقى به ضرب السهام والسيوف، والكفار معهم 600 درع. شوف الفرق، هؤلاء 8 وأولئك معهم 600 درع لابسين الحديد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضعف أصحابه وضعف عدتهم وقوة أولئك، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، لأن هؤلاء 317 أو 14 هم نتيجة دعوة خلال السنوات كلها، وهم الصفوة يموتون الآن عادي. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، قال: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إذا يموتون هؤلاء ما يبقى أحد يعبدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وكلما رفع يديه سقط رداؤه من على منكبيه، وأبو بكر يرفع الرداء ويبكي. قال الله: إذ تستغيثون ربكم، والنتيجة: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم قال الله: وما جعله الله إلا بشرى. ثم قال بعد ذلك: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وهو يدعو وجاءته البشرى، التفت إلى جبريل قال يا، التفت إلى أبي بكر، كان أبو بكر بجانبه، فقال: يا أبا بكر أبشر، أتاك نصر الله؟ هذا جبريل آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض يقود الملائكة، يثور منه النقع، يثور منه النقع يعني الغبار اللي بين السماء والأرض، من شدة سرعة جبريل الغبار يتفرق يمينا ويسارا. ثم جاءت الملائكة وأمرهم الله تعالى بأوامر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. طيب إيش المطلوب منا يا ربي؟ هذه أول معركة بين المسلمين والكفار، إيش المطلوب يا ربي؟ أولا: فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا قلوب المؤمنين، لأن خوف وفزع موت أمامهم، فثبتوا الذين آمنوا. طيب وأنت ماذا ستفعل؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طيب ماذا نفعل نحن أيضا؟ فاضربوا، كيف نقاتل يا ربي؟ علمنا. فاضربوا بأسلوبين القتال: فوق الأعناق
واضربوا منهم كل بنان. يقول الله تعالى للملائكة: إذا ضربتم يا ملائكة بسيوفكم لا تضربوا البطن ولا تضربوا الرجل، لا، السيف لا يقع إلا على رقبة أو يقع على أصابع يقطعها حتى ما يقدر يشيل السيف، فاضربوا.